بنفس نتيجة الشوط الأول الأهلي يحقق المراد ويهزم أبو قير الأسمدة 2-1 بعد أهداف لوليد سليمان في الدقيقة 14 من الشوط الأول. تسديدة رائعة لوليد سليمان يفشل الحارس في التصدي لها، ثم يضيف وليد سليمان أيضا الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 25، ويحرز كيرماك الهدف الوحيد لأبو قير للأسمدة في الدقيقة 38.